دعاية وين فستان بقلب خزانة معلق عم بيحكي مع المرأة. اوكي، مرحبا، اسمي وسام كمال، انت عم تحضر حلقة جديدة من دعاية لبنانية اخت المنطقة. سو يلا سارة وتأستيني بالمحل، قلت معليه لو ضيق بلبسه بس اضعف، وانا بعدين ناطر هاللحظة، وكل مرة بتجربينه بتفتق من جوا. بدي اقول لك مرسي مرسي انه مصر علي، بس انا تعبت ضل معلق. جربي صدر حبش، بيقولوا طيب خفيف وبيشبع، حاجك متكلي على الخسة، بركي شي نهار حبنا بيشوف النور. عفوقه ابنك زهق من عروسة الزعتر على المدرسة. هلا ما بعرف شو اخدين الشباب، بس اوكي، بس هلا نحن بالحجر الصحي، سو معقول يصير هيك. وسام يا خي، والله على راسي، والله فاهم عليك انه صار لك شهر محبوس بالبيت من ورا الحجر الصحي، بفهمك، بس تحمم يا زلمه، صار لك شهر لابس نفس البوكسر بعد ما تحممت، وانا بعدني ناطر دوري، هلا بيلبسني، بعد شوي بيلبسني، خيي صمتت انا ناطرك، احترمني شوي، ما بكفي انه جايبني مش اصلي، ما اكثر شيء ارماني فيه هو انك شاريني من برج حمود. بعدين ليك انا اساسا محلي بالجرور مع اولاد عمتي البروتيلات واولاد خالاتي الكالسيتات، لك هالقد انت معطوه لحتى تعلقني بالعلايقه بين القمصان؟ وسام بليز بشرفك بترجاك يا خي، بوص بياضتك حرفيا ومعنويا، بليز تحمم، بليز غير البوكسر والبسني بقى، خلص خيي، انت حبي، انت بحبك. يب، مرسي انو حضرتو الحلقة من دعاية لبنانية اخت المنطقة، اذا عندكم دعاية ما لكم جديد بتحطوها بالكومنتس تحت، لايك وشير لاسمان طعمة، سبسكرايب واحضر قصص زيادة عندي بالشانل، وفوتوا على الكوميونيتي تاب تشوفوا كل الشوات تقريبا اللي حكون عندي اياها، وتعالوا احضروني لايف، بقولنا الله اسكت سو بتيجي تعرفوا.